البايبس بقى مكمله ازاي؟ طبعا هي قلت بقت 32، وكل طبعا ما تروح بقى لفانكول يونت تقل، فهي بتروح بقى للفانكول يونت الاخيره دي، وبعد كده بيبقى في برانشتين للفانكول يونت دي، وفي برانشتين للفانكول يونت دي، وهكذا. كل فانكول يونت ليها برانشتين. طيب تعالى بقى كده نصغر المقاس شويه، نخليه 32، وهي بتعمل ريديوسر اوتوماتيك. تمشي بقى، تعالى بقى نعمل اطول مسار اللي هو لحد اخر فانكول يونت، ولحد اخر فانكول يونت بس ما تعملش كونكشن، يعني اقف بس عندها. ليه؟ هناخدها بعدين حته الكونكشن. تمام، فانا هقول لك ليه بعدين ما بنعملش كونكشن. طيب بعد كده هنا 32 اهو، واروح جاي كده 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 كده، واقول له تعالى هنا برضو اقف لي هنا. خلاص، فانا كده ايه، عملت البرانشتين الكبار. طيب تمام، يبقى انا كده عملت المسارتين الكبار. هاخد منهم بقى، اقعد اخد منهم بقى برانشات للفانكول يونت. طيب برانشات الفانكول يونت اللي هي قطرها 20، فانا هاخد منها 20. طيب هعمل كرييت سيميلر عشان اختصر، بس هغير ايه؟ هغير ده 20، تمام، وهغير كمان الاليفيجن، لان انا ما ينفعش، اتفقنا ما ينفعش اعمل البرانشتين دول على نفس ليفل دول، تمام. فهروح واخد دول بقى اخليهم 2900 مثلا، او اخليهم 3400، ما عنديش مشكله، 3300 مثلا، اي حاجه بقى 3300. تعال نجرب 3300 يتاخدوا من فوق، فنمشي كده وكده، واروح عند برضو الفانكول يونت واقف. طيب ممكن بقى اختصارا للوقت اروح عامل كرييت سيميلر من دي، واغير ايه؟ اغير السيستم، لان الثانيه شبهها بالظبط في كل حاجه، في الليفل والديامتر وكل حاجه ما عدا السيستم بس، فراح قايل له السيستم غيره خليه صفر بس كده. طيب تعالى نعمل كونكشن بقى، اروح عامل هنا اهي كده. طبعا لما نيجي نعمل الوان بقى، عمل الكونكشن بطريقه غريبه، فلازم ايه، اروح مزود ارتفاعها شويه، وليكن اخليها 3350 اهو، واعمل كونكشن تاني. تعالى نشوف هتظبط ولا لا. تمام ظبطت، وهنا كمان اهي ظبطت كده بس كده. تعالى بقى نشوفه في الـ3D بقى اهو. تعالى اول مكنه اهي، والله فعلا تمام اهو، على الليفل خدتها من العالي. الكلاش ده بقى اللي هي خبطت في الضغط ده، مالناش دعوه بيه دلوقتي بقى. وخبطت في ايه كمان؟ في البيم كمان، بص خبطت في البيم اهو بتاع الخرسانه، ماشي تمام، لان احنا عندنا ستيج اسمها كوردينيشن، فانا ما عنديش مشكله بقى تخبط دي، ما عنديش مشاكل دلوقتي. طيب تعالى، انا اقصد اللي يبقى فيه خبطات كده عشان نحلها في الكوردينيشن. طيب تمام، تعالى بقى نعمل ده كمان. فده كمان انت ممكن تعمل كرييت سيميلر على طول من ده اهو، كده كده كرييت سيميلر خلاص، وبعد كده كرييت سيميلر من السيستم الثاني، لان انا عايزه مع نفس الليفل كمان عادي، فكرييت سيميلر بقى من كل حاجه بس كده. خلاص تعمل لها بس كونكشن، تروح ماسك. ميزه طبعا انك بتعمل الالوان من الاول وكل سيستم بلون كده، انك تعرف تكونكت ايه على ايه، ما تقعدش تتعب بقى، لان خلي بالك انت لو كل المواسير لونها ابيض ممكن تعمل كونكشن ريتيرن على سبلاي بالغلط، فانت كده الميزه انك كل حاجه تبقى ليها لون منفصل، فدي كده الميزه. طيب تمام قوي، يبقى احنا كده عملنا المكنه الثانيه اهو، ادي اهي وادي اهي، خلاص. يبقى انا كده تقريبا خلصت الجزء ده كاتش باك، خلاص فاضل بقى ايه، اعمل المكن اللي تحت واوصل له للتشيلد ووتر بنفس الطريقه، فمش هقعد اعيد في نفس الكلام عشان بس ما نطولش. طيب فانا فاضل لي ايه هنا؟ فاضل لي حاجتين، المحابس اللي هي بقى اسمها ايه، البايب اكسسوارز، تمام، عندنا البايب نفسها والبايب فيتنج والبايب اكسسوارز، دي بقى اسمها بايب اكسسوارز. طيب تعالى بقى، وعندنا وفاضل العزل بتاع المواسير، المواسير كمان معزوله. طيب تعالى بقى نشوف البايب اكسسوار، فانا اقول له هنا بايب اكسسوارز بتيجي من هنا يعني. طيب لما اجي ادوس بايب اكسسوارز، هلاقي بقى بيقول لي نو بايب اكسسوارز فاميلي لودد ان ذا بروجكت، خلاص بيقول لي ان مفيش بايب اكسسوارز في المشروع. طيب مفيش بايب اكسسوارز في المشروع ده معناها ان انا لازم اعمل انسيرت فاميليز. طيب انا ليه بقى، لو نرجع بقى للوورد كده، كنت حاطط ديت، بص كده بقى في الوورد الخطوه الثانيه، انسيرت ذا ريكوايرد فاميليز، خلاص يبقى احنا كده عملنا الانسيرت كات، دي خلصت خلاص،
طيب insert required families، فعشان كده بقى لما تلاقي family مش موجوده لازم نعمل لها insert. بايب اكسسورز اهو، مفيش بايب اكسسورز في المشروع، فلازم نعمل لها insert. طيب بنعمل insert ازاي؟